لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قائمة هنا التمريرة إلى باتريك بامفورد والتمهيد والتصويب جول 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 من أول تسديدة. نعم حتى ولو تأخرت ولكن ما تأخيرها إلا كان بهدف، وما تأخيره للتسديدات إلا بحامل لخبر سعيد 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 لفريق ليدز يونايتد ليسجل عن طريق ستيوارت دالاس. دالاس وأول الأهداف لمصلحة فريق ليدز يونايتد في هذه اللحظات أرسلت بهذا الشكل، وصلت بهذه الصورة. يعرف منطقة الجزاء برناردو والتصويب جول جول. الحل والحل كان فرًا، الحل كان تورس. نعم بهدف التعادل في هذه اللحظات بعد فرص وبعد ضغط وبعد سيطرة وبعد بحث وبعد استحواذ. هنا سيتي يعود، هنا مانشستر سيتي يعود. تمريرة بينية انطلاقة سريعة ثاني جول جول جول. الله 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 يا ليدس يا ستيوارت دالاس ماذا تفعل؟ ما 20 هدف. كرة بمحاولة خطيرة الآن داخل منطقة الجزاء، يأتي واتكنز، يأتي واتكنز ويسجل ليؤكد العقدة هنا في أرضية أنفيلد، ويتقدم بنتيجة المواجهة ويضع ليفربول في ورطة أخرى. هدف في المباراة الأول يأتي لمصلحة واتكنز. ليفربول تسديدة تأتي والتعديل، يأتي التعديل ولو أن مارتينيز حاول، لكن صلاح يفتح أبواب أنفيلد من جديد ويسجل التعادل، يسجل التعادل بكرة في غاية إيميليانو مارتينيز. أرنولد يسجل. لا 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 لا. أخيرا بعد فترة غياب يأتي الرد بأقدام ألكساندر. أرنولد يضع كرة في المرمى، لن ينفع تألق إيميليانو مارتينيز ليسجل ألكساندر أرنولد. هذه المحاولة في المرة الأولى بأقدام شاكيري، بعد كرة عن طريق اللاعب من إلى تياغو ألكانترا. لوكاس باسكيز يوزع والهدف الأول، هدف جول 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 للريال. الله الله الله، الريال حاضر الليلة بأقدام الأبطال. كريم جول جول جول، كريم جول. ما شافهاش ما شافهاش تير شتيجن، ما شافهاش يا كريم، ما فهمهاش تير شتيجن. ألماني توني كروس جول. فعلا الألماني، فعلا الألماني، كروس جول كروس جول كروس جول يا توني يا كروس. ما شافهاش ما شافهاش تير جوردي ألبا. كورة جول من جيسا، جول من جيسا، جول من جيسا، جول. الله الله الله، برشلونة الناري يعود من جديد مهاري ويفجر الشباك. Irgendwas Geniales vielleicht von Thomas Müller hier zum Beispiel. Jetzt muss Jala mit. Klasse, letzte Aktion. Kein Handspiel. Alla schirmt clever ab gegen Andrich, ist dann irgendwie Müller. Dann der Fehler, unglücklich, von Marvin. Entschärft. Pavard macht ihn interessant, dann Alaba gebracht von Kimmich. Zunächst entschärft von Friedrich, scheinbar. Jamal muss. Gibt's ein genügsames 1-0 für die Bayern. Andrich! Okay. Im Duell gegen Stanisic. Und dann irgend noch die Kraft für diesen Sprint.
Ausmanövrieren von Teuchert, der das dann klasse macht. Das ist ein super Ein. FC Bayern im Zweifel einer, den sie verkraften können. درجة أمامنا هنا أدي شيكابالا يلف كورة حلوة. الهدف الأول يا ولد، الهدف الأول عملها الونش، عملها الونش أمامنا هنا، سجل ثنائية كان في مرمى ديك داها في مشوار الوصافة في الموسم الماضي، أمامنا هنا ويسجل الونش أول أهداف المباراة. بص شوف شيكابالا استلام على طول من جانب فتوح، أدي فتوح ومروان حمدي كانه شايل كل هذه الامكانيات امامنا اللي بتظهر وتبان، تظهر وتبان. ده اوباما ويلحق الكره حلوه قوي، وادي اللمسه خلاص انطلق انطلاقه امامنا هنا، ادي الرهوان امامنا في هذه اللقطه. يا ولد يا ولد، مروان حمدي بيسجل، لكن اوباما عملها حلوه قوي، عملها اوباما. معلم حسن شحاته ايضا كان سوبر هاتريك. الهدف امامنا هون، الهدف الرابع، الركنيه والونش المره دي. يا ولد الونش ثنائيه، وكان عملها قبل كده في ديكا داها، والهدف امامنا هو الرابع، الونش الهدف الاول كبيره الحقيقه. ادي امامنا هنا استلام تونجيت الكره المسدده الاخرى المولوديه، وهنا يسجل صاخو هدف تقليص اللي سدد. بص الراجل استلم، مفيش اي رقابه تماما هنا في زلاتان نولا خريبيتو جول، السلطان ريبيتو جول، تهتز الشباك في الدقيقة الثامنة. يا سلام، بروعة باليمنى في الزاوية اليسرى يصنعها ريبيتو ويسجل الهدف الأول لصالح تيو. خطيرة التسديدة وجول، فرانكيسي يسجل العاشر، فرانكيسي يسجل الثاني، زلاتان لتيو، تيو لفرانك، وكيسي يسجل الهدف الثاني لصالح عناصر الميلان في الوقت اللازم في نهاية الشوط الأول. تيو، زلاتان، كيسي، توغراسي، الكرة في القائمة الثانية خطيرة، ويا جول، خطيرة وجول. غاليولو يسجل الهدف الاول لصالح نادي بارما. هنالك دالوت يلعب على الجهه اليسرى لميتي، ميتي اوليو جول، رافائيل جول. قائما اجبارا تشيلسي يبعد عن هدف وتسديده والجول. وقلنا يا جماعة إجبارا وإلحاحا وإصرارا عاد فيها سيطرة الفريق، العرضية ملعوبة. الله، هدف ثاني للبلوز، هدف ثاني للبلوز. وقلنا يا جماعة هذا إجرام كروي من جانب العوبة داخل منطقة الجزاء. سلام يا كورتزوما. نتكلم عن جيفري شلوب، العرضية والرأسية. الله، وكريستيان بنتكي يحيي الأمل، كريستيان بنتكي يقدم، ومحاولة من جانب رايس جيمس، والعرضية وفي الجول. كريستيان بونزيتش يؤمن على المباراة ويختم على المباراة ويشم على المباراة. سوسا puts in the cross. And inevitably, Borussia Dortmund have made all the running in the opening 16 and a half. Has a 15th goal in it. 14th now in the cross. The inevitable target. Rises above everybody. And he guides his header. The final third, and here they are trying to fashion the first chance of the. He picked out a lovely little pass to Reina against Manchester City in the Champions League on Tuesday. Up on it,
and he scores his first Bundesliga goal. Атаки Боруссия. Классная атака и удар, и забивает. Это впервые с декабря прошлого года. И удар в нижний угол Марко Ройса, который наконец... Прекрасная атака, классно. Кулибали, Траумбал, Дидави и Даниэль Дидави. Я von oben nochmal schauen kann. Und Koulibaly, diesmal macht er alles richtig. Der erste Kontakt. Drücken ist Ansgar Knauf. Bei Didavi kein Abseits. Und Knauf drauf, das ist um die Abwehrspieler herumgedreht. Der weiß immer genau, wo der Ball liegt, was seine Füße machen. Den Ball und dann und schummelt ihn da durch. Das habe ich schon. 1, 2, 3. Ja, Ansgar. Ja, Ansgar. So,